هذا قمر الأرض، جرم فضائي بحال جميع الأجرام، عنده كتلة جاذبية ولا بعد واحد المسافة من الأرض. السؤال اللي غنطرح عليك، واش أي قمر إلا كان على الأرض غنبقاو نعيشو بنفس الطريقة؟ أما هاد العوامل اللي قلت لك في الأول كتحدد كيفاش غنعيشو على الأرض. ندير واحد التجربة، نحيدو القمر ديالنا ونجيبو قمر بخصائص مختلفة ونشوفو هل الحياة على الأرض غتبقى كما هي أم غتبدل. اليوم وقع الاختيار على قمر المشتري أوروبا. لا شك انك شفتي في الرحلة الرمضانية اللي درنا على المجموعة الشمسية اننا حطينا الرحال في قمر المشتري اوروبا. هذيك الرحلة شرحت فيها الخصائص ديال اوروبا مزيان، ولكن ماشي مشكل نقدر لك واحد التعريف موجز. كتذكير اولي، اوروبا هو احد اقمار المشتري 79، دونك مكنظنش ان المشتري غيكون عنده مشكل. لخدينا له واحد قمر اوروبا مغطى بطبقة سميكة من الجليد، فيما يعتقد ان تحت من هذا الجليد يوجد كمية هائلة من الماء. فيما اوروبا هو سادس اكبر قمر في المجموعة الشمسية كاملة بسبب السطح ديالو الجليدي، فان اوروبا كيعكس الكثير من ضوء الشمس. هادشي كيخليه ساطع، وساطع بزاف كاع. اللي بغيتي بالتدقيق فهو ساطع باكثر بست مرات من القمر ديالنا. المياه ديال اوروبا كتذيب العناصر الغذائيه، هذا يعني ربما اننا نقدروا نستخدموا هذا القمر الجديد باش ننقلوا المواد الكيماويه داخل الخلايا الحيه. اول حاجه لحيدنا القمر ديالنا ودرنا اوروبا، متنساش واحد الحاجه، انه هذا القمر الجديد غيولي اقرب الى الشمس بملايين الكيلومترات من الموقع اللي كان فيه. اللي بغيت نقول لك هو انه ضوء الشمس القريب ربما هو العامل الرئيسي اللي مانع لحد الان انه تنشا حياه على قمر اوروبا في الماء ديالو. سو نيفر مايند، يعني بغيت نقول لك انه الى قربنا اوروبا لنا يقدر في المستقبل يكونوا عندنا بعض الجيران. نبدأ الليلة ديالنا الأولى مع قمر أوروبا. أول حاجة هذا الجرم الجديد غيضيء لنا سماء الليل بواحد الشكل اللي ما عمرك شفتيه، لكن هذا من شأنه أنه يسبب لك أول إزعاج من هذا التغيير اللي درناه. أول حاجة صعوبة النوم، لأن هذا الضوء الساطع أقوى بست مرات من الضوء ديال القمر، غادي يديرونجيك بالليل، وماشي انت بوحدك، بل حتى الكائنات الليلية على الكوكب ديالنا غيأثر لها الضوء على الحياة البرية. نعطيك مثال، كتختبئ الكثير من القوارض ملي كيكون ضوء القمر قوي بزاف. علاش؟ باش تجنب أنها تولي عشاء للحيوانات المفترسة، لأنها غتبان لها بسهولة في ضوء القمر ليلا، لكن مع ضوء القمر الجديد اللي هو قوي بزاف ومستمر، غيضطروا للخروج والهروب باش ما يتعرضوش للخطر. أول حاجة غينخفض عدد القوارض بواحد النسبة كبيرة جدا على الكوكب. هذا غيأثر أولا على السلسلة الغذائية الحيوانية بأكملها، وإذا تأثرت السلسلة الغذائية الحيوانية حتى انت غتأثر بها، لأنك حتى انت كتغذى على نوع معين من الحيوانات. دابا غنمروا إلى خصائص القمر والتأثير ديالو على الأرض، تأثير اللي غيكون بطريقة غير جيدة. كنت قلت لك في الأول أن الخصائص ديال القمر ديالنا فيها الجاذبية والكتلة، وسولتك واش عندهم شي تغيير أو يقدروا يغيروا الأرض. في المثال ديالنا الكتلة ديال القمر ديالنا أكبر ب1.5 من الكتلة ديال أوروبا. هذا يعني أنه أوروبا غيكون عنده تأثير جاذبية أضعف بكثير على الأرض، وبالتالي المد والجزر في الكوكب ديالنا غيولي أصغر بزاف، وبالتالي هالظاهرة غتوقف عن إزالة الملوثات والمواد المغذية المنتشرة وهذه الأشياء بالضبط اللي كتحتاجها النباتات والحيوانات في المحيط باش تبقى على قيد الحياة. إلى خرج المد والجزر عن السيطرة، هذا غيكون تأثير مدمر للكوكب وتأثير مباشر على نظام البيئة، مما غيؤدي إلى انقراض جماعي، وبالأخير ببطء شديد غيتحول الكوكب ديالنا إلى كوكب مدمر. وهذه إجابة على السؤال اللي طرحت في أول حلقة، ما مدى تأثير تغير الخصائص بين قمرنا وقمر آخر؟ لأنه البعض كيعتقد أن القمر مجرد جرم فلكي كيدور على الأرض، إلى غيرنا قمر بقمر آخر ما يطرش حاجة كبيرة. شوف كيفاش تغير الكوكب لمجرد أننا نقصنا من القمر ديالنا فقط 1.5 من الكتلة دياله. لكن حتى من هذا الجانب شوف المنظر اللي يعطيك أوروبا في السماء ديال الليل زوينك. ربما هذه الحاجة الإيجابية الوحيدة في هذا الأمر، لأنه كاين حوايج أخرى، مثلا القمر هو المسؤول عن استقرار محور الأرض، يعني بدون الجاذبية ديال القمر ما كانش الأرض غتكون مايلة ومفيكسية على الميلان ديالها 23 درجة، الشيء اللي كيسبب الفصول الأربعة. مع جاذبية ضعيفة لقمر أوروبا على محور ديال الأرض غتعيش الفصول بواحد الطريقة مختلفة، ومشي غير في الطقس، بل بعض الأجزاء ديال الأرض ما غتشوف الشمس
إلا نادرا، بينما أجزاء أخرى غتكون عندها الشمس ديما إلا بعد الفترات النادرة. وهالشي كيتغلب في القطبين لأنه أحد القطبين 6 شهور والشمس فيه. إذن إلى أصبح المحور ديالنا مائل أكثر من اللازم بسبب قمر أوروبا، هذا حتما غيدمر الكوكب وغيأدي بيك إلى عصر جليدي آخر. غير هو to be fair غتكون هاد العملية بطيئة جدا، غيكون عندنا وقت للاستعداد لهذا العصر. غير هو المشكلة الأخرى اللي ما نقدروش نتعاملوا معها هي ظاهرة الاحتباس الحراري، لأنه مجرد اختلاف بسيط في الحرارة ديال الأرض ممكن أنه يتسبب في اضطراب النظام البيئي بأكملها إلى أن يتم تدميرها. لهذا أعيدها وأكررها، أنه الكتلة الحجم الجاذبية ديال القمر ديالنا بالمسافة ديالو اللي كتشوف دابا هو أكثر من مجرد حجرة كتدور على الأرض، بل هو المناسب والطبيعي باش تحيي الحياة على الأرض. رغم أنه الكواكب الأخرى عندها أقمار متعددة، لكن كل كوكب كيناسبو الأقمار ديالو، لأن كل كوكب حتى هو كيختلف على الأرض في الحجم والكتلة. بعض المرات كنكونوا متحمسين لشي حاجة جديدة باش نغيروا الروتين ديالنا، وبهذا كنخسروا أصلا الروتين الأول اللي كان مناسب لنا. تغييرات والنيو لوك هادشي كينفع حياتنا اليومية، لكن في الفضاء لا يفيد هادشي، لأنه الجزئيات البسيطة محطوطة بعناية وبمعايير علمية دقيقة جدا، حتى لو كانت بعيدة عليك ملايين السنوات الضوئية.